شهد دوار أصفار بجماعة تمروت إقليم شفشاون حادثة تسمم غذائي جماعي ليلة السبت الأحد إثر تناول حوالي 30 شخصاً أغلبهم أطفال وجبة عشاء بمأتم، وتم نقل المصابين على وجه السرعة بواسطة 6 سيارات إسعاف وعدد من سيارات الساكنة إلى المركز الصحي باب برد، حيث جرى تحويل بعض الحالات الحرجة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون. ومع الخصاص المهول في الطاقم الطبي والتمريضي بالمركز الصحي زاد من تفاقم الوضع، خصوصا مع الحالات الحرجة التي تتطلب الرعاية الفورية.